السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لسه مع عبد الرحمن النعيمي، 30 سنة، خلصت دراستي اللي هي باتشر ديجري من يونايتد ستيت، وأنا من دولة الإمارات العربية المتحدة وموظف حاليا أشتغل. اللي جاي أقوله هو ما أدري هل هي رسالة أو رسالة تحذير أو رسالة تنبيه لأغلبية الناس. اللي حاصل عندي من أكثر من 5 سنوات أو أكثر، كان عندي صداع مزمن اللي هو نسميه بالعربي إحنا الشقيقة على ما أظن عندنا، وصداع مزمن مزمن يعني. لما كان يجيني الصداع كنت ما أقدر حتى أشيل راسي أو أشيل جسمي من السرير، يعني للدرجة هذه كنت أعطل أعمالي، ما أقدر أعمل أي شيء يعني. والشيء الثاني كان عندي اللي هو حب الشباب، سكن رش في جسمي كامل يعني لدرجة فظيعة، يعني حتى أحيانا أشيل ملابسي الداخلية يكون فيها بقع من الدم بسيطة يعني من السكن رش، كان للدرجة هذه يعني. وكانت في عندي أعراض ثانية اللي هي بجانب الصداع كسل اللي مش عارف يعني ما كان له سبب، خاصة اني احاول اني امارس رياضة وكذا، ونوع من الاكتئاب ونوع من الضيق اللي يجيني بين فترة وفترة يعني. فأنا كنت حاط الأشياء هذه كلها على يعني على الصداع. فاللي حصل طبعا عملت في كذا فحص عند كذا دكتور بالإمارات وبرا، يعني وعملت فحوصات كاملة، حتى أن عملت صور إشعاعية للمخ والبرين والجسم كامل، ومع الفحوصات الثانية حاولنا نتوصل لحل، ما كان يعني لسبب للصداع ما كان في سبب أبدا. فاللي حصل يعني كل اللي قال لي ياه الدكتور اللي آخر مرة كنت فحص عنده ما يقارب من 6 أشهر أو أكثر، أن الصداع هذا صداع عادي وما في العلاج إلا إنك تستمر على الحبوب. والحبوب أنا صار لي فترة طويلة أخذها، أحيانا تعمل يعني توقف صداع، وأحيانا صارت ما تعمل أي حاجة لكثر ما جسمي تعود عليها. فاللي حصل كنت في زيارة مفاجأة للدكتور هنا في لندن اللي هو الدكتور العسوي، طبعا أنا جاي على أساس كشف أسنان يعني، فشاف الأسنان وشاف الحالة الأولية وكذا. فلما شاف اسناني وكذا قاعد يسالني شو الاعراض اللي تشتكي منها وكذا، فقلت له طبعا بالصداع والسكن رش والاشياء الثانيه. فقال لي انا يعني كان فيه باسناني اللي هو النحاس تركيب اللي هو الزئبق، الزئبق، اي نعم الزئبق، كان في اسناني اللي يسموه الرصاص. رصاص، نعم. وفي نحاس ايضا، في تركيبه من 50% منها فضه ونحاس وحاجات تانية، نعم و50% زئبق. نعم انا اللي كان عندي زئبق. فقال لي الدكتور يعني يكون في ارتباط وثيق، وانا متاكد انه بين الاشياء اللي انت تتعرض لها والزئبق اللي في اسنانك. كان عندي سيادتك كم حشوه؟ كان حشوتين تقريبا من الزئبق، من حشوتين، الزئبق، نعم. واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. اي نعم، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. فأنا أول ما شاف الدكتور شرح لي وقال لي هذا أكبر يعني تقريبا أكبر غلط الإنسان يتعرض له إنه يركب زئبق. فسمعت عن أعراضها وحاولت أقرأ وحاولت أشوف، وفعلا لها يعني أعراض خطيرة، يعني يكفي إنها تبث السموم للجسم. وللأسف أنا يعني مع أني عملت التركيب مع دكتور أسنان عندنا في الإمارات وكذا، ما حتى يعني ما قال لي أن لها أعراض ولا قال لي لها يعني عوارض أو شيء يعني أو سايد افكت أبدا. فاللي حصل قال لي الدكتور أنا راح أشيل لك حشوة الزئبق وراح نشوف بعد هذا. طبعا شال لي الحشوة وأشياء ثانية، وعمل لي اللي هو الحشو العادي الطبي طبعا. فلاحظت أنا طبعا بعد فترة مرور كذا أسبوع من عملية الزئبق اللي شالها، لاحظت في بادي الأمر اختفاء الصداع،
الصداع لأنه كان يجيني من أبسط الأمور يعني وما كانش بيختفي غير لما تاخد مسكنات أي أبدا. وما كان أبدا يروح إلا إذا أخذت مسكن. إذا أخذت مسكن ولازم أخذ المسكن في بداية ما يجيني الصداع، حتى لو يستمر الصداع عندي ساعة ساعة شيء وأخذ المسكن كان خلاص مستحيل يروح، يستمر عندي يعني لحد يوم أو يومين تقريبا. وفي فعلا لدرجة أذكر أنا حتى في الإمارات صار لي مرة جاني الصداع هذا ما يقارب، والله نعم ما يقارب 7 أو 8 أشهر إن شاء الله إذا كنت فاكر. مستمرين؟ لا لا استغفر الله، يعني قبل 7 أشهر دكتور فعلا جاني الصداع هذا، رحت وجاني مزمن، رحت المستشفى فشاف في دكتور يعني كشف علي وكذا، ما ادري بالضبط شو حدد بس على طول عطاني ابرتين مسكنات وما رضى حتى يطلعني من المستشفى، خلاني ما يقارب 5 ساعات تحت العناية ولحد ما ارتحت وكذا. ف يعني اعطاني حبوب قوية جدا يعني لما اخذها انام على طول، ففعلا يعني سبب لي ازمات كذا في حياتي. فاللي صار المهم انه بعد ما الحمد لله شلنا الزيبق وكذا انا لاحظت انه في تحسن كثير، في تحسن طبعا من اول شيء الصداع يعني بدأ يختفي تدريجيا الحمد لله، يعني صداع اقدر اقول ما اقدر اقول انه ما في 100%، لكن في الصداع العادي والحمد لله بس مش نفس الصداع المزمن اللي كان يجيني. مش